أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من شارك وأبرز ما فيها. منصات التواصل الاجتماعي أسرع طريقة لانتشار المواهب في العالم. تشاهدون ونسأل جمهورنا، هل سبق وأن استخدمت السوشيال ميديا لإبراز موهبتك؟ تشاهدون أيضا معنا لص ياباني يحفظ الأرقام الطويلة من نظرة واحدة، فحافظوا على بطاقاتكم البنكية من أمثاله. أهلا بكم. من يعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي هي مجرد مواقع للتسلية وتضيع الوقت، أو حتى مجرد مساحة للحصول على الأخبار ومشاركتها مع الآخرين، بكل شك هو خاطئ. هل موقع أصبح بالإضافة إلى كل ذلك طريق سهل وربما مفروش بالورود لكل صاحب موهبة قرر الانتشار؟ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات معتمدة اجتماعيا وفنيا للترويج والشهرة والانتشار، خاصة للشباب أصحاب المواهب المختلفة وباختلاف المحتوى اللي قدموه، وكل واحد من هالمواهب عنده اسلوبها الخاص اللي يوصل به لجمهوره. فلما تتجول في هذه المنصات حتلقى الشاب الشاعر، الشاب الرسام، والشاب الموسيقي، والنوع الأخير هذا هو الأكثر انتشار على السوشيال ميديا. فالواضح جدا من خلال هذه النوافذ زيادة ظاهرة شباب الجيتارة اللي كان لهم صدى كبير واختاروا صفحات التواصل الاجتماعي لاستثمار أصواتهم وعرض مواهبهم، والبعض اختار انها تكون الموسيقى وسيلة يحاكي بها قضايا مجتمعية ووطنية. وبالفعل هذه المنصات صنعت نجوم ومشاهير كانوا جادين ومركزين في اللي قدموا فيه، واصبح عدد المشاهدات والمشاركات ليهم في ازدياد. وسواء اتفقنا او اختلفنا في اللي قدموا فيه، تبقى السوشيال ميديا نافذة مفتوحة لكل انواع الفنون. انسي الماضي واللي كان، عيش الحاضر واحلى الايام، اللي صار ما عمره ينعاد، تعب والم. للحديث عن توظيف منصات التواصل الاجتماعي لإبراز المواهب وتحقيق الانتشار، معنا من تونس وعبر الأقمار الاصطناعية الشاب محمد موتاتيك، فنان ومغني الريغي المعروف على شبكات التواصل الاجتماعي في ليبيا. مرحبتين محمد. مرحبتين بك، ربي يحفظك. طبعا شرف لي نكون من الناس اللي شاركت في هالبرنامج، واول ظهور لي طبعا لقناه سلام، القناه المتصدره للحدث الليبي هالايامات، وربي يحفظكم. وانا شرف لي نزيد نعاودها لك، وفرحت بكم، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه ونقدم لكم الحاجه اللي تبغاها ان شاء الله. الله يبارك فيك خونا، وربي يفرحك حتى انت ان شاء الله، ونشوفوك على ساحة دولية أكبر. محمد، بداية بمنا اليوم نتكلم على السوشيال ميديا، كيف من خلالها استغلوها الشباب اللي عندهم مواهب وأصبحوا يعني مشهورين على الأقل على مستوى ليبيا. في البداية خلينا نعرف الناس كيف بدأ موتاتيك، وكيف جت فكرة إنه يغني وينشر أعماله عن طريق السوشيال ميديا. بارك الله فيك. معاي محمد. معاك ايه معاك. قلت لك خلينا نعرفوا المشاهدين كيف بدا محمد موتاتيك في اعماله الفنيه، امتى بدا وكيف اختار السوشيال ميديا كوسيله ينشر من خلالها اعماله. طبعا انا كانت بدايتي في منطقه في ليبيا اللي هي غاد تبعد على العاصمه طرابلس 1450 كيلو. طبعا باش توصل رسالتك وتوصل للناس انك مغني، هذه صعبه بالنسبه للجنوب في ليبيا، لأن وسائل الاتصال والسوشيال ميديا ضعيف جدا بالذات في الجنوب. فاحنا عملنا أغاني قديمة وانشهرت في المنطقة اللي ساكنين فيها بس اللي هي غات، لكن في ليبيا ما انتشرتش على خاطر
ما فيش حد يوصلها وما فيش حد يوصل صوتنا أن احنا كمغنين. فبدينا أنا كانت أول أغنية لي ممكن في 2000 تسجلت في 2007 في استديو من إمكانيات بسيطة من مهندس الصوت تعلم في غات اسمه بشير انفوني. والأغنية كانت من كلمات بكر صالح، صورناها بتليفون اكس 2 كانك تعرفه، تليفون قديم، صورناها ما بين حدود ليبيا والجزائر. طبعا غات تبعد على الجزائر ممكن على الحدود 7 كيلو. فصورناها الأغنية بقيس نية هكي، فجاء واحد قال لي شو رايك ننشرها لك على اليوتيوب. قلت له ما فيش مشكلة، قال لي ننشرها لك بس مش راح تحصل منها شيء. قلت له أهم حاجة نحصل الشيء اللي يوصل رسالتي للناس حتى من غير ما ناخد شيء. فنزلها على اليوتيوب، فمرة نتصفح لقيت الأغنية وصلت لمليون مشاهدة. طبعا إنجاز كبير في ليبيا توصل أغنيتك لمليون مشاهدة، لأن الناس ما تتابعش في اليوتيوب بهلبة في ليبيا، لكن وصلت للمليون. وأنا استغربت، قصدي العمل ما أنا كنت متردد إنه ينشره لأن الإمكانيات ضعيفة اللي صورناها بها. فأبديت من دعا فوصلت للمليون، انشهرت بها الأغنية هذيك، فخشيت الساحة الفنية. ورغم أن الإمكانيات ضعيفة والأداء كان ضعيف، لكن الحمد لله على حسب ما يقولوا الناس أنها تحسننا وإن شاء الله نقدموا لهم الأفضل. وبديت من المدارس، طبعا بدايتي كانت في المدارس، نقدم في مسرحيات أغاني للمسرحيات ومسلسلات المدرسية اللي نقدموا فيها في غات بالتحديد منطقة البركت. بديت تحت يد الأستاذ بكر صالح وتحت يد مهندسين بكر صالح وبشير انفوني وبكر احمد، يسجلوا لي بالبلاش طبعا اغاني. ما كانش عندنا فلوس بس نسجلوا بمثلا امكانيات اكثر وتنشهر اكثر باش نعملوا سيديات. فبدينا نوزعوا فيها بالتليفونات، اني نسجل اغنيه نمشي نوزعها بالبلوتوت، اي مجمع نلقاه في المنطقه نبعث له اغنيتي نقول له اسمعني اهو نغني وانت انشر. حتى نوصلوا لمرحله ان ذاك الوقت ممكن نعطوا دينار على توزيع الأغنية، يعني كل واحد نكلفه نقول له برا وزع لي أغنيتي على البلوتوت نعطيه دينار يوزعها لعشر أشخاص. فانتشرت الموسيقى بتاعنا اللي هي الريغي في غات، ما انتشرتش في ليبيا كلها. فكانت البداية صعبة لنا احنا لأن ما فيش حد دعم وما فيش حد وقف معنا إلا ناس بسيطة وما كانتش عندها الإمكانيات باش تطلعنا ونكون طيب محمد الساحة الفنية. نعم. بما انك تتكلم على الريغا، يعني الريغا لا باس بها، عندها جمهورها الكبير في ليبيا وما شاء الله، يعني لها حتى كان فرق موجوده لربما توا ما عادش نسمعوا لهم هلبا. لكن في رايك انت ليش المجتمع الليبي هيك مرتبط ارتباط هذا كله بالريغا؟ لأن من كانت ليبيا معروفة بالشعبي والريغي. طبعا الشباب يحبوا أكثر شيء الموسيقى الصاخبة اللي هي ترقصهم وترفه عن شعورهم، والريغي كانت هي الأساس. طبعا الريغي أصلها من جامايكا ومن وأصل الريغي البوب مارلي، هم كانوا يسمعوا الفكرة جت منه، وبدت الدولة الليبية معاصرة للريغي. يعني الشباب يسمعوا للريغي واللي يسمعوا البوب مارلي كلهم العالم كله يسمع له، فالليبيين ركزوا عليها الريغي ويحبوها. طبعا كانت بدايتها من فنانين قدموا معروفين في الوسط الفني اللي عند تو هم قاعدين يقدموا الموسيقى كويسة ومعروفة في الوطن العربي. ممكن بدت من إبراهيم الحسناوي وخالد الميلودي الله يرحمه، والفنان نجيب الهوش حتى هو الله يرحمه، وابناء أفريقيا وعادل حوية والطير الأبيض فرقة معروفة أيضا، فرضا جراف، فنانين كبار ساهموا في نشر الريغي في ليبيا. ويسامحوني الناس اللي نسيتهم، طبعا في أسامي معروفة في ليبيا على العلواني ومعروفة حتى خارج ليبيا، وعندهم يعني الروح الريغي الأصلي اللي نقول لك عليها مثلا، وإحنا أخذنا المسيرة منهم هم. جميل محمد، انتشار مش عاد. طبعا أنت الأسماء اللي سميتها أكيد أسماء ما ينكرها حد، ولكن لربما الميزة اللي في جيلكم تختلف عليهم إن لعبت معاكم السوشيال ميديا دور كبير، في حين في وقت هم ما كانش ذاك الانتشار الكبير السوشيال ميديا ربما كانت غايبة من الأساس. فشنو الفرق اللي دارت السوشيال ميديا؟ يعني طبعا السوشيال ميديا زمان هم باش يوصلوا أصواتهم لازم يعملوا كاسيت ولازم يسجلوا ألبومات باش ينشرها موزع
الموزعات معروفة في ليبيا، التجزوري والتراث الأفريقي الأوائل، هم باش يوزعوا لهم، ولازم يعرفوا يديروا في كل مكان حفلة لايف باش يعرفوهم الناس. أما احنا تنزل أغنيتك ممكن تدير لها توا ممول، يمولها لك حد وتنتشر انتشار خير من قبل. طبعا السوشيال ميديا مساهمة، حتى أنا ومقعمس في الحوش ممكن ندير أغنية نصور روحي بالتليفون وننزلها في صفحتي على حسب المتابعين، واللي عجباتها يدير لها مشاركة شير باش يوصلها لناس تانية. وفي صفحات مشهورة تساعدك أيضا، كان العمل أديته بطريقة صحيحة وعجب الناس ممكن في صفحات تاخده وانت ما تندريش. هذه هي الميزة اللي اختلفت عليهم الفنانين اللي قدام، احنا اختلفنا عليهم بالميزة هذه، وحتى هم توا واكبوا العصر وبدوا ينشروا في اغانيهم في اليوتيوب وبدوا يديروا في قنوات، واغانيهم كلهم القديمه موجوده في السوشيال ميديا، توا تلقاها على اليوتيوب ويس. اي اغنيه راقي قديمه تلقاها على اليوتيوب. وحنا طبعا جينا على الجيل الجديد والحمد لله، ممكن ما نقولكش عندنا شهره قويه لكن معروفين عند بعض الناس، وصلنا للي وصلنا ليه وما زال بنقدم أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. يعني هل ممكن نشوف محمد متتيك مع شركة إنتاج لألبوم معين أو سي دي معين، ولا فقط حنشوفوه على السوشيال ميديا بس؟ والله أنا عندي ألبومات انتجهم لي ممكن استوديو التاجوري مع فنانة ديما معاي في السوشيال ميديا والحفلات لايف، اسمها مريم الحسناوي، قدمت معاي كتير حتى هي ونشكرها. معاي فنان أيضا ممكن مغني راب أيمن جيغوس، وكان أيضا معايا فنان ديما يدعم فيا اسمه سراج الدين ام سي ميجو، حتى هو دعمني حتى هو على السوشيال ميديا. ونقول لك أنا كان نحكي لك كيف بديت، أنا طبعا مشارك حتى في برنامج أرب قلت لهم، طلعت عن طريق مصرات عن طريق مصنع النسيم ومنظمة فريق لا مستحيل وناس دعمتني، واللي مشيت لي مشيت لي أرب قلت لهم شاركت في تجارب أداء في تونس، فصارت مشكلة سياسية ما فيش داعي نحكي عليها توا، فردينا لليبيا ما صارناش من التجربة هذه. طيب جميل، تكلمت على الراقة الليبي وحضرتك من مدينة غات الجميلة ومن أصول تارقية أيضا اللي نفتخروا بها وبكل المكونات المشكلة الهوية الليبية. هل الريغي التارقي هو نفسه الريغي الليبي ولا يختلف؟ طبعا اختلاف الريغي التارقي عن الريغي اللي هو الليبي اللي هو باللغة العربية، أول حاجة الريغي باللغة العربية معروف، شيء معروف عند الناس، وباللغة الإنجليزية معروف، بالفرنسوية في فنانين معروفين أقوى منا احنا ما نتكلموش قدامهم، لكن أنا حبيت أني نقدم شيء جديد على بلادي. طبعا بعد نقدم الريغي باللبس التارقي واللهجه التارقيه نقدمها للناس، كل الناس بتستغرب هو شنو يقول، يصير لها فضول هذا اللي عرفوه ليبي يتكلم بالتارقي شنو هي الرساله اللي يبي يوصلها باللغه هذه مثلا باللهجه هذه. فانا نحب ان نقدم الريغي بالتارقي، واحيانا نترجم فيها التارقي بالعربي، ومرات يكون البيت الاول بالتارقي نترجم به في البيت الثاني بالعربي. ففي اختلاف في الآلات، في آلات ترقية ممكن ندمج فيها مع الأغاني متاعي، وعندي أغنية طبعا سجلتها في الجزائر اسمها أسليغ يوال، صورتها في غات، هذه طبعا نالت نجاح في الوسط الترقي والعربي بعد ترجمتها، ومعروفة حاليا عند الطوارق ممكن والأمازيغ. يعني خلينا نسمع منها مقطعك بالترقي وترجع تعودهن بالعربي. طبعا نسمعك باللحن ولا تبها كلمات فقط؟ لا عادي باللحن، وتمنينا تكون معك الجيتار رو استمتعنا اكثر. يعني ما هو انا جيت كنت نصور فيديو من منستير وجيت لي تونس لقيت روحي قاعد في هالبرنامج الحلو وما وديتش روحي في هي صدفك محمد، انت عارف انت فنان، انت فنان وعارف تطلع هكا ما تلقى في روحك في حفله بالصدفه تلقى روحك طالع مع فهي الصدفة عادي. قلت لك جاي من منستير لقيت روحي في القناه، فيلا سمعنا اللهجه الترقيه الحلوه ونترجموها بالعربي ان شاء الله. اسليغ يا وال اهي ديوسن يسك ميمان يسير سنتن ايجادي تقيت تدمي درانا يسراني دغماني ساسيتن ايكتنا هيجد الطاف اقدم
السوق تزيدرت ولين يكسان كم نكجغ وينهني يمطاون جانن ضغطك سيس قلانو هالن. طبعا الاغنيه تتكلم على تتكلم على الخيانه. ان سمعت كلام جاني وجع لي خاطري بكاني، ان في حد وصل لي كلام ان البنت اللي نحبها تخون فيك مع شخص اخر. فكانت هي اسليغ يا والي اللي هي سمعت كلام باللغه العربيه. فالاغنيه كانت قصه تتكلم على الخيانه، وفيها مشهد طبعا في 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 الفيديو كليب اللي مدير هنا في اليوتيوب ممكن تلقاه، في مشهد انه يوري ان احنا الاغنيه تتكلم على الخيانه ممكن عن طريق المشاهد اللي سردها المخرج عبد العزيز الحسناوي بارك الله فيه، عمل لي فيديو بالبلاش وشر لي الأغنية. انه يبين الفيديو ان انا نغني على الأغنية. وفي اغاني قدمناها لي ممكن لليبيا تتكلم على السلام، حتى هي اسمها تورنا نكالين اللي هي بالعربي. قبل ما نمشوا للسلام، هذا شيء مهم جدا اكيد حنحكوا عليه، باعتبار ان رؤية ورسالة قناتنا هو نشر ثقافة السلام وتقبل الآخر. الأغنية هذه اللي كنت اللي كنا نسمع فيها سجلتها في الجزائر وصورتها برضو في الجزائر ولا في غات؟ التصوير في عندنا مناطق سياحية ممكن في غات معروفة أكيد. جبل أكاكوس أكيد تعرف أستاذي، صورتها في جبال أكاكوس غادي، عملنا لها فيديو بسيط معين باش منها نوروا الثقافة متاعنا ونوروا المناظر الموجودة في ليبيا. ليبيا تمت لها سياحة كبيرة والناس ممكن الليبيين ما يعرفوهاش، فحبينا نصور ونصور الأغنية في المكان هذاك في منطقة اسمها إيسين بين حدود ليبيا والجزائر. فالناس حتى اللي ما فهمش الأغنية ممكن يشوف المناظر ينعجب بها. جميل، يعني أنت يعني المخرج. أنت تروج أو تروج للثقافة التركية، هذه رقم واحد من خلال أعمالك، والسياحة الداخلية السياحة الليبية، وتوري الناس شن هي المناطق الجمالية الصحراوية اللي نحبوها كل في ليبيا. بارك الله فيك. حنطلب منك طلب بسيط آخر، يا ريت لما تنزل الأغنية هذه بالتركي تكون مترجمة أيضا بالعربي باش تنتشر أكثر ويسمعوها ويفهموها الناس أكثر. يعني إن شاء الله بارك الله فيك. إن شاء الله ربي جميل. يحفظك إن شاء الله. حنتكلموا، أنت أشرت لموضوع السلام أنك تجهز في عمل للسلام، حنخلوه بس نخلوه في الجزئية الثانية وحنسمعه منه، بما أنك على قناة سلام وتجهز في عمل على السلام حنسمعه منه إن شاء الله. جزء حصري لقناة سلام هذه وباللهجة أو باللغة التركية. خلينا قبل محمد نتكلموا، هل حفلاتك حتشوفوها بس في ليبيا ولا عندك حفلات خارجية أخرى؟ والله حاليا درت حفلات ممكن في الجزائر وشاركت في مهرجان تكاسي تصنف الأغنية اللي قلت لك عليها سليغ يوال من أحسن الأغاني. طبعا دي تسجيلها كان في الجزائر من قبل مهندس موسى العتماني وكلماتها علي موسى، وصورها ممكن الثاني عبد العزيز الحسناوي من غات. قدمتني لمسابقة الأغنية الأفريقية في غانا، فطلعت عن طريق منظمة يترأسها محمد الخوجة ممكن دعمني ما مشيتش مازال نجهز روحي باش نمشي باش نقدمها الأغنية، اختاروها باش نشارك فيها في المسابقة الأفريقية اللي بتندار في غانا، وانا نجهز في روحي حاليا في تونس. والحفلات اللي درتها أيضا ممكن في العاصمة طرابلس وفي تونس في مونستير 2017، وإن شاء الله نجهز لي حفلات بتكون مش في تونس ومش في الوطن العربي، بتكون مفاجأة لليبيا إن شاء الله بدعم من الناس، وإن شاء الله نقدموا الأفضل يا رب إن شاء الله. إحنا من خلال الشباب الليبي ومن خلال رسالة الفن بشكل عام نحاول نوصل الصورة الحقيقية لليبيا بعيدا عن العنف أكيد والحرب. محمد لو نشوفه دائما في فيديوهاتك أو في بعض الكثير من فيديوهاتك ترافقك بنت تغني معاك، فالبعض يتساءل مريم من هي مريم هذه وكيف الدويت المشترك هذا؟ طبعا الفنانة مريم هذه معايا من ممكن معايا من مريم 10 سنوات، كانت تقرأ معايا في المعهد العالي نقروني وياها في نفس القسم هندسة مساحة أراضي. فتعرفت عليها في 2010 في سبها،
فقالت لي اني مغنيه واني عندي اعمال ونبي نسجلها. قلت لها ما فيش مشكله، عندي مهندسين في غاتني نوقف معاك، بس احنا ما عندناش دعم ندعم في ناس تانية. قلت لها ندعمك وتكوني معي فنانه. فسجلت بعض الاغاني، ممكن الاغنيه اللي قلت لك حصلت على 1,000,000 قصه غرام عودتها حتى هي مريم بصوتها. سجلنا عمل ثنائي اسمه اجمل مصير، ودرنا عمل فيديو هيك تصوير شخصي نصوره هيك انه وياها بالتليفون اسمه انسى الماضي بيني وبينها. ومريم الفنانه اللي ترافق فيها ومعها ايضا الفنان ايمن جيجوز ديما معايا ومعايا في الحفلات، وبصراحه البنت صوتها قوي، ولو يكون معكم حتى تستضيفوها في احدى الحلقات حتى هي عندها صوت وعندها اغاني حلوه ويسمعوا لها ناس هلبة. وهي طبعا محبوبه في الجنوب حتى هي ومعروفه ايضا، وعندها البومات معايا وعندها البومات بروحها، وفنانه متالقه وانيه ديما نشكر فيها. وحتى في نجاح وصلت له منها هي ووقفت معايا لانه وتشجع فيها، حتى وصلنا لمرحله المفروض ما نقولش الموضوع هو في الوسائل الاعلاميه، لكن نقوله عادي ما فيش حشمه. حتى ممكن تعمل حفلات خاصه باش تدعمني بمبلغ بسيط باش نسافر باش نسجل البوماتي. حتى هي وقفت معايا وقفه بصراحه اني نهناها من المنبر اللي وصل رسالتي، وان شاء الله توصل رسالتي وتشوف فيها حاليا ان شاء الله. جميل جدا، والاعتراف هذا دليل على اصلك الطيب، واكيد انك ما تنكرش كل من ساعدوك ولو بالقليل. محمد ما زلنا مستمرين معك، خليك معنا مشاهدينا، شارك ما زال مستمر معاكم ومع محمد موتاتيك بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نتحدث اليوم عن دور السوشيال ميديا في دعم المواهب وانتشارها. وسألناكم هل من سبق وأن استخدمتم السوشيال ميديا لإبراز المواهب؟ تعالوا نشوفوا أبرز التعليقات اللي وصلتنا بالخصوص. أنور علي يقول نعم شاركت شغفي وموهبتي في التصوير خصوصا بطقوس القراءة والقهوة، كذلك في مراجعة وتقييم الكتب بالإضافة التصميم، وأخيرا الكتابة. فصدقيل نعم استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي في كتابة قصص قصيرة والحمد لله لاقت استحسان الكثير. رغدة الحسين مش موهبة بس عدة هوايات زي الكتابة والتدوين بالفيديو لبعض المواضيع المهتمة بها والتصوير أيضا. المزين الطيب يقول أنا عندي موهبة بس شاركت بالتواصل الاجتماعي. سناء تقول لا، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بدون فاعل أو بدور حقيقي، ساهمت بدور حقيقي وفاعل أيضا في الكشف عن كثيرين يستحقون أن تتسلط عليهم الأضواء ونجحوا في كسب قلوب الجمهور. سارة فيصل تقول أكيد هواية التفصيل والخياطة ثم أصبحت كورسات لتعليم التفصيل. طيب أوكي. هذه أبرز التعليقات اللي جتنا مشاهدينا بخصوص اليوم، تقدروا تشاركونا تعليقاتكم واتصالاتكم عبر الأرقام الآتية. للمشاركة في برنامج شارك والتفاعل مع الضيوف وطرح أفكاركم يمكنكم التواصل عبر الأرقام 092-550-44-33 أو 091-550-44-33. ولتظهر تعليقاتكم على الشاشة مباشرة قوموا بالتعليق على سؤال الحلقة اللي تنشر صفحة القناة يومياً. كما يمكنكم إرسال المقترحات والآراء عبر بريدنا الإلكتروني sharik@salam.ly، وأيضاً تغريداتكم على هاشتاغ شارك ستصلنا باستمرار. إذن مرحبتين بك مرة ثانية محمد موتاتيك، فنان ريغي ليبي. كنت اسمع معنا في التعليقات أكيد، ولما سألنا الناس من خلال صفحة قناة سلام هل ساعدتكم السوشيال ميديا في إبراز هويتكم، فالمعظم أجاب بنعم ساعدتنا في الإبراز أو ساعدت ناس ثانية. أكيد أكيد. فالسؤال وأكيد يعني أنت من خلال منصة اليوتيوب أو صفحتك على الفيس تعرض في أعمالك، لكن هل ساعدتك أنت السوشيال ميديا في أنك تتعرف على ناس يساعدوك كمغني؟ أكيد طبعا، قلت لك السوشيال ميديا
سلاح ذو حدين، تستخدمه للخير وممكن تستخدمه للشر. فاحنا وقت ننزلوا اغاني ممكن وبتلقى ناس يخشوا لك في تعليقات يقولوا لك انت عندك مثل النوته هاربه وعندك كذا وكذا وكذا، ممكن صوتك يمشي مع، ممكن يمشي مع الريجي، ممكن يمشي مع الطربي. وفي ناس، انا طبعا ما استخدمتش السوشيال ميديا في الموسيقى فقط، ممكن قدمت حتى شاركت حتى في نشر رسائل للناس باش يكونوا باش ينشروا السلام. استخدمناها السوشيال ميديا في عدة حاجات احنا، وفي ناس تعرفنا عليها وبصراحة وقفت معنا. كان انا نقول لك، وكان نقول لك الناس اللي وقفت معايا، في ناس يعني احنا في الفنان لازم يبي دعم مش عادي باش يطلع للناس ويبي دعم في السوشيال ميديا. احنا ممكن، انا ممكن نقول لك عندي 12 متابع في الفيس و5000 صديق، لكن في ناس عندهم اكثر مني من المشاهدين ومتابعين اكثر مني ومحصلين دعم. لكن الناس اللي وقفت معايا بصراحه ما ننكرهاش، يعني حتى حبيت نقولها لك باش يعرفوا انني ما ننكرش حد وقف معايا حتى ما وصلتش للنجاح اللي نبيه وتعبوا معاي. ممكن حتى في صفحتي ننشر لهم في صورهم وديما نشكر فيهم. بصراحه تعرفنا على ناس كويسه من الفيسرا ومن كويس. من انستغرام تعرفنا عليه. محمد، ال 5000 صديق هذا بكونك فنان وعندك متابعين، هل تعتقد ان منشوراتك حيكون من خلال السوشيال ميديا كلها تاثير ومردود ايجابي على المتابعين؟ والله اكيد في ناس، ال 5000 كلهم مش كلهم يحبوك طبعا، في ناس ممكن يكونوا اصدقاء ليكم لكن ما يحبوكش، يحبوا ان يكونوا ديما العائق متاعك، لكن ما يتروش عليا ممكن الناس زي هذه. واني نفرح بعد نلقى ناسك ضدي وديما تتكلم عليا، وحتى لو ندير الصح ممكن تحاول كيف تخليه غلط. والخمس الاف ديما في ناس ممكن غيرتها الاغاني اللي ننشروا فيها وغيرتها الرسائل اللي ننشروا فيها للناس. ممكن يخشوا لك ناس يقول لك رسالتك وصلت الناس اللي الطيبه اللي تحب النصيحه. طبعا مش ديما، حتى مش كل انسان محبوب لدى الناس جميعا. وكيف طيب وصلت لك رسالته؟ خلينا نتكلموا على السلام محمد. بما انك جهز لي عمل حتسجله للسلام، شنو عنوان العمل بالتحديد؟ طبعا عندي عملين، عندي عمل سابق سجلته حتى هو اسمه تورنا نكالين اللي هو مشكلة بلادي بالعربي، وعندي عمل حاليا ممكن العمل اللي ممكن يخليني نكون بارز حاليا في السوشيال ميديا، اللي هو حتى بعد نزلت فيديو اني بندير على العمل. هو طبعا العمل باللغة العربية ويجمع مكونات الدولة الليبية. العمل بيكون باللغة العربية والتبوية والترقية والأمازيغية. طبعا العمل بيكون عنوانه السلام، يتكلم عن ان احنا اخوت وان احنا يد واحده، ما نتخالفوش، ما تكونش السياسه هي المشكله متاعنا. احنا مجتمع واحد وعاداتنا مختلفه لكن تجمعنا دوله واحده ويجمعنا دين واحد. وانا نحب ان كل الفنانين يركزوا على السلام حاليا، ما يخشش لتيار، ما يخشش لاي توجه، يتكلم على السلام. وبصراحه حتى اسم القناه متاعكم انا حبيته، وحبيت نكون اني من الناس اللي يطلعوا فيها القناه هذه، لان الاسم هذا احنا محتاجينه في ليبيا حاليا. ولازم احنا بابسط حاجه حتى لو ما يتابعوش فينا ناس هلبا، لازم نوصلوا رسالتنا. حتى ممكن يخش لك حد يتابع يقول هو ينشر على السلام، لازم نتكلموا عليه السلام. فهي الاغنيه تقول ممكن بدايتها نحن شعب واحد ونحن دوله واحده. لا محمد، انا حنطلب منك تعطيني ولو الكوبليه الاول ولا جزء منه بسيط باللحن، بما انك انت بتغني للسلام. طبعا تو نعطيك باللحن، نعطيك كلمات الاغنيه باللغه العربيه، نحن شعب واحد ونحن دوله واحده. بالامازيغيه نيتشي ناموريين نيتشي اكدودين، بالتبويه نموتر النو انا بها ترنا، وباللغه الترقيه نكني ضد نوتيائيا نكني ضد اكليا. وممكن الاغنيه حاليا في التجهيز يعني في تونس نجهز فيها. نعطيك شويه من الاغنيه اللي دندننا منها شويه، اعطينا شويه دندنه منها على خطر السلام وجمهورك اللي تابع فيك عبر القناه.
حاليا حاضر على فكرة اللحن تجهزت الكلمات، اللحن ما تجهزش. نعطيك الكلمات حتى هي فيك أغنية حتى هي اللي قلت لك عليها تتكلم على السلام اللي هي تورنا نكالين، نعطيك ممكن مقطع أو بيت واحد ونترجمها لك بالعربي. إيش رأيك؟ تمام يلا. ترنا نكالين تزغولين تهين الجام، تكاسي يضص نكتم سويق سلان سلان، نضاهل ده الوض نكي هضان مدان ولان، ينكر دي غمجر ينغل هني يزل يجام، أوفل يالله وتنسى التظل نرتي نمدى نوما سفوسي ان يمنى نغيد ما ينفى. طبعا الاغنيه تقول يلا نكون شعب واحد ويلا نكون يد واحده، علاش رافعين السلاح وعلى من رفعت السلاح، علي اخوي نحط السلاح ونكون يد واحده. وطبعا المغزى متاع الاغنيه هيك يتكلم على السلام، ونهايتها تقول سلام يا ليبيا لازم تتوحد ليبيا وترجع من جديد، خساره الشباب اللي خسرناها في الحروب، وان شاء الله الرساله ان شاء الله حلوة توصل يا رب. حلوه الرساله والقيم اللي تحملها محمد، هذه القيم الانسانيه الكبيره اللي تؤمن بكل المكونات المشكله للامه الليبيه وللهويه الليبيه. وحلو جدا هذه الرساله ان اليوم نوصلوها عن طريق قناه سلام. برايك محمد اليوم سواء كنت فنان او شاب ليبي، شنو دور الشباب اليوم في زرع ثقافه السلام وتقبل الاخر؟ لازم احنا اول حاجه نتغاضوا عن اللي سبق، ننسوا كل شيء. لازم احنا التسامح، باش انت تسامح لازم تنسى الماضي، لازم تخش على حياة جديدة. ممكن احنا الهدف، انا الهدف متاعي الاول الشباب. احنا خسرنا شباب ممكن في ليبيا، وممكن في ناس تسمع انها في اشخاص بتجهز لماجستير واشخاص بتجهز لدكتوراه، تسمع انها خشوا في الحروب وفقدناهم. اهما ممكن بيكونوا لليبيا سند كبير، وليبيا توا محتاجه للشباب متاعها. ممكن نقعمزوا احنا لو الساسه متاعنا والحكام متاعنا ما وصلوش للحل، ممكن احنا الشباب نوصلوا للحل، لان عماد امل البلاد على رقي شبابها كان حيا لا تخاف زوال. ايه احنا ممكن نكون عمد الدوله الليبيه. احنا انا رسالتي اللي نحب نوصلها للشباب ان ليبيا تنبنى بكم، ان انتم ما يكذبش عليكم حد، انتم اللي بتكونوا سند ليبيا وبتكونوا الاعمده متاعها، لان الدوله من غير شباب لا شيء. علاش احنا ممكن نقعدوا في طاوله واحده نحلوا مشاكلنا؟ أنا نقول لك الجهات المختلفة، أنا رسالتي السلام ما عنديش دخل في حد، وهمي الشباب اللي نخسروا فيها حاليا. الحرب اللي صايرة أنا نشوف فيها عن طريق وجهة نظري، يعني مش لصالح حد، خسرنا فيها شباب من كل مدن ليبيا، مش مستثني فيها حد من كل مدن ليبيا. لازم نقعمزوا في طاولة واحدة. إذا كان الساسة ما وصلوش الحل، ممكن احنا الشباب نقدموا الحل، لأن احنا كيف نقول لك الأعمدة متاعها الدولة الليبية حاليا. لازم الشباب يشوفوا أن هم عندهم طموحات، شباب صغيرة حاليا في مواضيع أكبر منها، ممكن في المستقبل في اللي بيكون دكتور، في اللي بيكون مهندس، في اللي بيكون طيار، يقدموا للدولة الليبية. والليبيين على فكرة عندهم أفكار، شباب صحيح عندها أفكار كانت واضح جدا انفعالك الموضوع، انك تتكلم بوجع المواطن الليبي بجديات اللي وجعت بلادك كشاب. أكيد والله رسمي نتوجع. وجميل جدا لما يكون للفن رساله، ما يكونش الفن نكه وخلاص، يكون في فن رساله ورساله وقيم انسانيه. احنا جدا نفتخر بك محمد. اخيرا السؤال الاخير، انت نعرفك انك جاي من منطقه بعيده، وزي ما اشرت في اول حديثك من بعيده جدا عن طرابلس، هل تعتقد انك اليوم كفنان أثرت في هلبة شباب سواء كان في مدينتك الجميلة اللي نوجه لك من خلالها تحية، ولكل أهلنا بارك الله توارك فيك غات وأين مكانوا، سنة ونص ما أو أثرت في الشباب التانيين؟ والله إن شاء الله في ناس تأثرت، وفي ناس ممكن من مدينتي أو من ليبيا تأثروا بالكلام يقولوا فيه، لأن احنا هدفنا السلام
وكما زي انتم هدفكم السلام، وهذا اكبر دليل ان القناه متاعكم سميتوها باسم احنا محتاجين توا اللي هو السلام، واحنا رافعين الرايه البيضاء في رسالتنا في الاغاني اللي نوجه فيها للناس ان هدفنا السلام، وان الرساله اللي نبوا نوصلوها حتى لو وصلت لشخص واحد ينشرها وياخذها كل مره ياخذها شخص واحد مش ضروري تنتشر توا، اهم حاجه يفهموا معناها اللي هي كلمه سلام كلمه كبيره لازم تكون في صدور كل ليبي، تكون في صدر كل ليبي الكلمة هذه. وانا ان شاء الله نقول وصلت رسالتي حتى لو ما وصلتش بالصدر اللي نبيه، ان شاء الله حتى لو توصل لعشرة انفار انا نفرح بها انها وصلت. شكرا لك محمد وسعداء جدا بوجودك اليوم، وان شاء الله رسالتك للسلم من خلال كل اللغات الليبية اللي نفتخروا بها توصل لأكبر قدر ممكن ونشوفوك عالمي يا أخوي محمد. موفق سعداء بك وبارك الله فيك في هذه المشاركة. مشاهدينا شارك مازال مستمر معاكم بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. الريفوجو مشروع لدعم 10 أفكار مختلفة وتطويرها وتمكين أصحابها من إنجازها بما يلزمهم لإطلاقها كمشاريع فاعلة الأرض. المشروع اللي تشرف عليه ديراز كورنر انطلقت نسختها الثانية هذا الأسبوع، ونشوفوا تفاصيل أكثر عليها في هذا التقرير. مشروع ريفوجو هو المعنى الحقيقي لدعم الشباب في مجال ريادة الأعمال وإطلاق أفكارهم الخاصة وجعلها واقع ملموس. وإحنا يعني إحنا سمينا اسمه ريفوجو، نحن نقول له المكان هذا بريفوجو، يعني اللي هو اللي يجي تحت الأرض ويكون يعني مستقل على الحوش وتقدر تأخذ راحتك فيه بعيد على دوشة الأهل وبعيد على أي يعني أي تأثير خارجي، تستقل فيه بروحك وتشتغل فيه بروحك وتطلع أفكارك وتبدع في المكان هذا. المشروع يهدف إلى تجميع أكبر عدد من المتحمسين اللي عندهم مشروعات جديدة وتدريبهم على كيفية تنفيذها والأدوات اللي يحتاجوها باش تساعدهم في إطلاقها. النسخة الماضية من المشروع حملت في طياتها عدد لا بأس به من المتدربين يلي قدروا يحطوا أولى خطواتهم في عالم ريادة الأعمال الليبية. في 3 مشاريع على أرض الواقع وانطلقت، هذه حاجة كويسة، لكن نقولوا في النسخة الجديدة نحاول نحن نزيد عدد هذا، يعني يكون كان مش كلهم نصهم إنهم فعلا يستمروا بالمشروع بتاعهم. 60 فكرة حيتم اختيار 36 فقط منهم وحيتم تصفيتهم حتى يوصلوا 10 أفكار باش يتم العمل عليها لمدة 2 شهر من قبل فريق العمل اللي حيكرس كل وقته وجهده في مساعدة المتدربين والدفع بهم لدرب النجاح. رواسي عبد الجليل، قناة سلام، طرابلس. انتشر على المنصات الإعلامية الإلكترونية فيديو لشاب ياباني ألقت الشرطة القبض عليه لقدرته العجيبة على حفظ الأرقام ومنظرة واحدة بس، لكن هل هذا هو السبب الحقيقي اللي خلاهم يقبضوا عليه؟ نشوفه أيضا في هذا التقرير. نشرت أغلب المنصات الإعلامية الرقمية خبر القبض على الشاب الياباني اللي عنده ذاكرة تصويرية مذهلة مكنت من سرقة العديد من بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن في أحد أكبر متاجر طوكيو اللي يعمل فيها الشاب ككاشير. يوسوكي تانيغوتشي البالغ من العمر 34 عام يمتلك قدرة على حفظ الأرقام والبيانات من على بطاقات الائتمان بشكل فوتوغرافي، الشيء اللي ساعده أنه يسرق مبالغ من بطاقات لا يملكها حتى لو اطلع عليها لمرة واحدة فقط. الشرطة ألقت القبض عليه بعد أن قام بإرسال مشتريات لعنوانه بقيمة 2600 دولار، وعثروا داخل منزله على دفتر يحتوي على تفاصيل 1300 بطاقة ائتمانية اللي اعترف يوسوكي باستعمالها لمصاريف معيشته. في النهاية الضمير والشعور بالالتزام تجاه الآخرين وعدم إيذائهم هي القيم اللي تخليك ترفض أحياناً كثير أو ربما قليلة فرصاً حقيقية للكسب، لأنك تدرك أنها شريرة. إن لم تشعر بذلك فأنت فعلياً كما قال ماركس تحولت لمادة تدار وتستهلك ويعاد إدارتها من أجل الكسب، أي أنك أصبحت مادة وانتهى أمرك كإنسان. عاشت تونسيون أيام تاريخية من بداية هذا الأسبوع وتوجهوا إلى مراكز الاقتراع ينتخبوا رئيساً من بين 26 مترشح بكل حرية وديمقراطية ويحددوا مصيرهم ومصير بلادهم. المشهد اللي يغيب عن أغلب البلدان العربية حظى بردود فعل كبيرة خاصة في ليبيا.
نتائج مزلزلة، زلزال انتخابي، زلزال يأتي على الطبقة السياسية التونسية. هيك كانت العناوين مع انطلاق فرز الأصوات في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية. والسبب كان تصدر أستاذ القانون الدولي قيس السعيد السباق الرئاسي بنسبة تقارب 19% والمرشح نبيل القروي بنسبة 15% بعد فرز 39% من الأصوات. النتائج شكلت صدمة للمتابعين، خاصة أن المرشح الأول لم يحظى بحملة انتخابية كبيرة كغيره من المرشحين اللي صرفوا آلاف الدينارات لذلك، فيما يقبع الثاني في السجن بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبة. وبعيداً عن النتائج المعلنة، عرفت الانتخابات الرئاسية التونسية انتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور مختلفة للمنتخبين وهم يدلوا بأصواتهم في مشهد لتكريس الديمقراطية. وفي ليبيا كان التفاعل جداً كبير مع الحدث، وانتشرت التعليقات وتمنيات بالتوفيق والدعوات بتطبيق مثل هذا المشهد في بلادنا. هذا فقط كان بعد فرز 39% من الأصوات، ومع انتهاء الجولة الأولى من السباق الرئاسي وإعلان النتائج بشكل رسمي ما تغير شيء. المشهد هو هو، قيس السعيد بنسبة 18.4 ما زال يتصدر السباق، فيما حافظ نبيل القروي على المركز الثاني بنسبة 15.6%. إذن الوصول لقرطاج أصبح محصور في الجولة النهائية بين السعيد اللي كان الحصان الأسود في الانتخابات التونسية والقروي اللي من وراء القضبان مارس الديمقراطية وكل حقوقه المدني. ألف مبروك على تونس وشعبها، وإن شاء الله يا رب العالمين انتخابات هذه تكون بادرة خير وسلام على تونس وعلى كل البلدان العربية الطامحة أنها تكون دولة مدنية، الصندوق هو الحاكم، على أمل نشوفه كل هذا قريبا في ليبيا وتنتهي الحروب. الصلح والصلح خير، هو مش خيار بس، مرة تانية نقول لكم هو وطن وهو حياة. سلام عليكم.